إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عشر كوحو كبلا ما يا كتابك العربية بين يديك جزك صدحات حاشدة لبب قولي يو شنيا فرت. فهم المسموع وحا وكهلا يا إن لفهمه وحيلة دقيستي وكي عجلت لقى دقيستانية بعد أن استمعت تمرك هذا دقيستي كذب إلى النص هذا لك الضوبا أجب عن الأسئلة التالية سؤالها نصوص عضو كل كاك الشواب وكي عجلت لقى دقيستانية تدريب واحد وليلس كالكوبات أجب كالشواب واحد كالشوابي ساء أو تواب تقوم بحين ساء بوضع علامة الصح علامة الصواب تستحضر أنها تكون قرطة ما يستحضرها أو خطأ أنها تخلط قرطة تخلط كأم واحد قابل شنن وحكول كل ما شنن نيكي لونجر في الطريق وضضع أو أي سفر كل ما رجولا جاهلا لأن أنا عقلي بدنا نعصر تاسوا صح التنين كانت إملة الرجول الجاهل لأنك عقلي قد حن إن أنت سواحها الجاهلة كابيها مدبلا عقلي أيضنا سيدة أبهد كاسوا خلط ووحها قبل أدو عقلي بدن. ثلاثة كان نعمان ملكا على الحيرة نعمان حيرة أيو بقروها تاسنا صحبا لغورية أربعة وصلة عصام عصام وحو كوغاري نكي لورنشري لشقين شري نعمان المنذر إلى المجد الشرفت يمضى حنمضى بواسطة أسرتي وحا وأسي مري ووحك رقبتي قويس كيسة تاسنا هو غلط وواكلها نفس عصام سودت عصام. خمسة كانت الثيران وحيكون لورنشري دميدي سدح لها تعيش وحكون ولا في الغابة كينتا هذا هو صح. ستة أراد الأسد أكل ثيران وحو ضمعين عنه لباح الدبيدة أو سياسة كل عنه هذا صح أو وحو قطرق لأين عنه الدبيدة. سبعة انت صار الأسد وحو كيقول يستي لباح على الثيران بقوة حوقيس هذا هو قلده حيارات بو كيقول يستي فرسمه. ثمانية نجح الرجل في عبور النهر إنك وكوجول يستئن الضوحة كطلابه تازي ويا قصده إنه من ضن تاعك كموجول يسني وين وعانين أنتوا أفوفي قربت كجت طلاب يسيري أو قربت كأفك أوفر تيسو وبيجي دحمرين كموجول يسني. تدريب ثاني اختر الجواب المناسب جواب تقوها بون وعطر هذا دور وعطكو دور طاب وضع دائرة واحد جلس جواب حول الحرف الصحيح حرف صحيح ضايع جواب صحيح أي كقرنت هاي جواب جري كان الشنون نك اللي نشروحها من علماء العرب ألف من علماء العرب أقويها كي علم جلها عربيات بوها جيم من حكماء العرب لمن كي حكمت ضبطنا بوها جيم من دهات العرب ضدك عقلي ضبطنا عربيات بوها مرقى تاوضن ما يسال صحيح وحها ضدك عقلي ضبطنا جمع داهية يعني ضدك عقلي ضبطنا وياه. اثنين أراد شنن وحو دوني الزواج بفتاة تتن إنو إنن قرسدو ألف ذكية عقل بدن باء ذا فراسة يعني فراسة وصادا شيدو صادا له يعني وحا أي صادا لسا أما أي قياسو يعني لأركو. جيم كريمة شرف بدن مركا وحا فراسة ذات فراسة بدون فراسة وحوه قفك إنو مليهيسو وحي أو ملايا سحنقضو ومر أغلب الناس هي الحريدة. ثلاثة أسطورة واحد أكبر عصام ونيك لورينشري ب ألف محبي الشجاعة الجسنيمة ب العلم وعلم بدنا جيم الذكاء وعقلب بدنا تهاوض ما يسال صح يا وحوانين عقلب بدنا. أربعة كانت ثيران دبيد وحاي هاين ألف ثلاثة تصدح ب ستة تنلح جيم تسعة تنسقال صدح لا صح يا مركا أو طهر يسأل ألف كا ألف كاد مركا جوبة الجرينيسا مركا حرف كجوبة جلبو كوري جوابته صح هذا طيب. خمسة أكل الأسد أولا الثورة وحون الدبجة كل كي كوباد ألف الأحمر كي عصا باء الأبيض كعد جيم الأسود كمدو باء ذات مركا جوبة جلسا كعد بوه ريسي. ستة أراد الرجل وحط مع عبور النهر إنه كقطة لابو وبيجا ألف سباحة الضبال
باب المركب وحو دمعينو مركب كل كغطلا جيم بالقربة ما يوحو دمعينو سبرار وهيستيك كغطلا أبو أفوفي تاوضن بيسي جيم كالا صحيا او انتو هدي عنو فران أفو وحو دونا با هو هان لها لكن أفو كيبو فتونا قسيبا كبحي سبعة المرأة التي أكرمت الرجل كبدا نيكا شرفتي وحي هيد ألف زوجة حارثة نيكي لورنشي رمضا حضاها إرهاطي بنت حارث ننتي سبهد جيم أخت حارث ولا شبهد مركا جيم كالا قريني يا محوها علامة السحظة صوت وحي هيد نيكا سيوحو الدوري إنو نيكا مضا حضاها لكلمو نعمان بن مدرو كسعودي نيكا رياطي أو أها أو ديكا أو صومالي دابن أو ولا شبه سود ويسي كانت أخت حارثة واتا ولا شيء وحي أهيد ألف كريمة قبر آذو شرف بضن باء جميلة قبر قروح بضن جيم شاعرة قبر قبياء وحي جميلة إذا قلنا نساء مارتي قروح بضن بيلها آذو قروح بضن تدريب الثالث لا يلسك صدحات أجمع عن الأسئلة التالية كتشوا بسؤالها نصوص على باختصار سكوبا ألف ماذا يعني شنن بقولي محوقة شو إذا هذا الكيس بركو لها شنن أتحملني أم أحملك ميادي حنباري أواضي قادم سانا كقادة وحوقة شيدي وار دريقة شاكا لك قد باي ميان كوش ميادي شاكا مسوان كوش شاكا اثنين ماذا يعني شنن بقولي أترى هذا الزرع أكل أم الأولى ما أم ما هو حضو مالين سامره كسو بحان بير بيرن بيرتن إن لعنين بسين إن لعنين رسولي ورنيوني كان عصم بمارك صوتن بيرتو بحيسي ولي تاغن يعني لبو قوي سي الله عوني مركز دون خلا طلو العقتي سمي سي قاتين او اما هو يكو سي عوني وحي كسو بحي لها مسي ولي ودهي هايو لما تابن ثلاثة ماذا يعني شنن بقولي اترى صاحبها حيا اترى صاحبها حيا او ميتا جنازة ما واحد وارق تالا سيدو inu qofka janaasada lagu sidaa tolo miyuu nool yahay mise uu dhintay buur waa hada naashiga baa lagu sidaa oo janaaso xalada marka naashiga uu ku jiray meed Brazil warniyo wada waban kula yaabanahay manin noolo xaba loo qaado aragtay buur soo tan xabaasha lagu wado waxa adiga kula tahay nin mool in xaba lagu sameeyay dhintay waxa marka uga jeeday tolo ninkani dhintay miyuu dad ka tago magaciisi iyo uu si nool yahay oo uu si jiri doona taariikhdiisu mise bila ubad buu haa buu jeeday isagu ما معنى المثل وافق شن طبقة تمحى لوجتي ذا شن وحو وافقي وقراضي طبقة قبل الليلة يعني هو هلا قبل دوني مدير بو جور ميرها وقبل عقل بدنا سنو عقل بدنا أي دوني إذا بدنا قبل دي هو هلا وين ما معنى المثل محيطها ما هذا معنيه ذو نفس عصام سودت عصاما عصام نفتي سام ضحك دكتي وإن كان يشجع إنه عقل بدنا أنتي سا لا شقيه نيكي لورين شيري نعمان المندر او جعلا يستيدي بدنا دري توين بدن او قارسي او لبا فلانا ورسالة عيد كالاوغ تاكولي سيمشر تي نفتي سو انباء الهي مارتا عقل وسيب وكو فايدي سبع ما معنى المثل اليد الوحيدة لا تصفق كعن قوله ما صعبتم تمحا لوغة سيدا يعني وحاوية كعن كليا لا بقع مضوى لسول افتاه لكن كعن كليا صعب ما قرع دو وحاوية هذه يشير هدان لا اسكاشن اسكاش بايا وحلوه قبتاه يقف قوله إن قبطاو يرانيا ما معنى المثل إياك أعني واسمع يا جارته محانك أجيش يقول أذان كوتشي ذا إما قلبولي قبرنا شارك نهاية إياك أعني أذان كوتشي ذا واسمع يا جارته إما قل قبرنا شارك نهاية وقبرنا الشيء إنه حارسة ولا لها عيرهم نبى صومري ولا لك دم ذحب دوني تبعنا منكي أيو تبعنا way walaashiba dadka iska soo fariisay oo soo dhaweeyay oo dadana gabadheeba soo baxday aad buu qurfadna uu la yaabay ninkii socotada aha ala cid uu dirtay soo la hadlana uu garan waay taandheed uu ag fariistay dadana geeraar buu ku dhuftay gabay geeraar ah horeysuu yiri ma gabadheeyaa kula tahay in reer faraasi aho gabad qurux badan oo cadar iyo udgoon la doonaya asoo aadan ku jeedaa ay dhageysay buur wuxuu ilayka acni واسمع يا جاره اذان كل هذا يا مقلبور تاسو مركا او جيدا او ساس هادو انت سو كل له هادو واي انت هور فريسه تاندي ايو افر ير تري راسو كو دري اليك عني اليك اعني واسمع يا جاره اذان كو جيدا يا مقلبور غبدانا جار كان اك جوغا
ما معنى المثل يداك أو كتاء وفوك النفخة تانا محل ومهما إذا الله استعماله هو الله استعماله تاوح الله استعماله تاوح روح الله استعماله خوفك عيد الله الله لكن يدي أنو تشيدين أن قفكم الله اللي يتشيد أما هذا الكوشيكي وتشيدك له يلا ويلا هذا إياك عني واسمعي يا جار قفكم مركو هذا هذا الكاء والله هذا السكر حدوك تشيدو أما الله اللي ما كوك الله هذا اللي ما هذا الكاء مقشيني قفنا وكو هالقب صنايا قف كلنا هذا الكل مغشين وشيدده قف أنو شيء كريم بدون أي وقت يسكير هذا وسوار هبلو سايا ساسان كوري كان لما هلا يك كل الله لين أما هذا البو شيء هذا الكل وشيدده يس وشيدك لو كلي مثلا هذا بعد عمرك عرفت يا كعني واسمع يا جارة هذا كل الله لين يجلس كي أكشو مراك يقول الله لين ما كر يقول الله ليا بس لما قالوا دكنا هذا قف كان الله لين كان ما كر الله ليا بقوله ثان كان الله يستعمله قف كل عاد بعثوا لكن صوت يسقلها وهذا يداك أو كتاء وفوك النفخ لا والله قعمود بحري يداك أو كتاء لا والله قعمود بحري وفوك النفخ أفقا جانا أفوفي أظن بقى قعمها بحري أفقا جانا أفوفي تام حاله قلت له وكيم كانوا شايفين وبيو كتلة لابي وبيو كتلة لابسين وح كلو كتلة سبرار بوسدي سبرار هو أفوفي نفوك بحري ده بنا وحري أصو ده بنا خد عاي وخد باشة marku ka fogaaday wabiga qarkiisoo bartanka joogo ayuu afkii u furtay waalkii een qalbati dadna marku halis galay ayuu nin arkay u yaro suwaari soo gaad wari soo gaad meel ka soo gaad ma joogo rasuul gacmahaaga xad afkaaga afuufay de waa nasiibka adan gali meedka adkiis baalka de ninkana kama daba iman karo wuxuu ku soo dabaasho ma haysto rasuul gacmo labadooda gacmoodna way xireen afka baalka afkaagu noo kulkool uu afuufay ee doona adiga ala buulay wuxuu ku qabsadaba dadna qofka inta dib gala dibtana sababteeda isagu leh ayaa lagu mahmaahaa tadriib raabe kan waxa weeyey leeska afraad imla al faraaqa meesha banaan buuxi bima huwa munaasib wixii ku haboon ku buuxi waahid afa shannu shannu wuxuu ku wareegay ala hayaa al arabi jilibadi arbeed oo dhan buu ku wareegay baahsan wuxuu deeyay gabad aqan yaani fataatatin daati firasatin gabad aqan lu deeyay oo garaadkeedu sareeyo اثنين خرج سعد وسعيد يطلباني لبضع أن باب حي يجو دودي يطلباني الإبل جيلي أبوه بديدي أما هل كلهم طي يتبان جيل با كلهم عندما وجد سعد الإبل واتن مركو سعد جيل كيس وهل جيل وسعلي سعد بعد أن قتل حارث سعيد أنك سعيدنا جيل ويكرب إلى لبضعين أو هذا يصير سعد أم سعيد إيه على حديث ذو شجون هي السيف سبقة العدلة صدق هذا ما هم هاد إن كان يقصوا هذا بحين مرجع وحوري مركون لبادين باقي لي دوران نبى صهر سعد سعيدنا يسوون هيلم بالب مرة أول نسمو حنان إن كله أو حارس لي هذا أركيس ودلي لبادي مرة وقفرته أبيه هيلم كم هو داعي أيوم بدو توش صباح له سعد أم سعيد أسعد أم سعيد طلوا مكاسب سعد بقى مسوى سعيد ده بنا سعد وقيل وذا كده سعيد بالواي تبنا ديل كيس بقى الأوجادي تبنا نكي داري أو ضبة الأورنجري أيا حاجة تيجي تبنا نكي وقوارك لبادي مرة لبادي مرة وقرتي بس لبادن مرة نيو هالك كاسو قرة سو نكي لها أنا أدلي مر كانوا نكي يهينا بهين وكان يانا مقرنين بس أني مسافة هذا ناس كدي شيء بس لها ثروة ما كدي بس والبلا هاش هو بحال خطرة وهالسهر مسافة سهر محقوي دي شيء بل يردي بس وديبي رسول الحديث ذو شجون شاكدي فرقي فراقيه فراريه التي بود خلق زايري ايو دبا الناس لغونتا كغوي ولا سال الور ميل باد كدحد ادو حرام كي جواد وحدي شي سو اسف سبقت العدل سيفت علانته وي كو رسول علانته ميدان جيده ما هي اسك دايبول سيف ذا كو ريسي دوغدنا كاسال ليهي ايو ليهي ايوحو الليهي بعد ان قتل حارث سعيدا مركو دلي دبديد اي حاج يسوي مادين لا من الناس ضبطها ضبط نك لو جلا عنته ونك واحد لي او لي والحاج واحد ودشي لانه قتل الحارث بود نك دلي اعتذر ضبطه ضبوا كعذر دارت عن قتله الرجل دلكو دلي لان السيف سبقت العدله سيفتها كهر رسول عنانته وعنانته هو تري ميس نك دميس قتل ضبطه الرجل ضب وحو دلي نك لانه قتل ابنه هو يعني انكيس هو دلي قتل الضبط الحارث بالسيف بكدلي
سيف أيو كدري أو مارتي سيف تيسي ولي بكدري أنتو كقاضي سوكم أنا فهم سنين التعبير الشفهي والكتابي إما كان وها الأبور أما هو عرس مد أفكا إيا مد قرار إسو كترة أولا التعبير الشفهي كي أفكا لقيت شوابي أو تعبير كلا ريا هل كان يا صهر ريا تدريب واحد وها ليلسك يعني كوبات تبادل الأسئلة والأجوبة التالية مع زميلك إسو يارسدا يعني سؤالها هي جوابها صوص على أدي صاحبك وأنا شاد ثنائي وشغل بقف قمنا يان هل في ثقافتك مثال أقون تاعده إيه مارتي دقن كاغا مكتر تا ماه ما كل يدي دقن كينا يا قونتينا أذكر مثلا واحد سيكتا هل ماه ماه ومن ثقافتك وكم ذي يعني دقن كاغا أقون تا الله ده كتر وتردده وتقول على السد دائما هذا يقول أتوقع هذا تو ماه ماه هذا أتوقع هذا تو ودقن كينا كتر تسوق هذا ثلاثة هل هناك أمثال مثل هل يعني الدنيا في جميع ثقافات العالم مثل مهما الدنيا أو طنبا أقول تدي رقم كده كود ترى أدب مهما هو سقده وين وقارب اسمه معنا لغتها الدنيا ويبين هذا قرأت كيسو ما كل فجأة وأفف كلامك خلق القرآن أنسكو أفهين أربعة هل هناك أمثال مشتركة مثل أبو ليهي مهما هو لو ذاقه أو أقول لحياة بين جميع الثقافات أقومها يدقمض أورنا مكوذي شرام شرام من يؤلف الأمثال يا سمية مهما ها تتكى عقلك بضنبا سمية كيف ستة كيف نستفيد من الأمثال في حياتنا سين وقفة يسنا مهما ها نلوشينا يعني نلوشينا مهما ها وحي شاكتا وارغنمو يا أقوان هوري يا وحمارتي لقفة يسن كرو وهذه دبتها لقفة يدي كرو هذه دفتهاينا لقفة يسن كرو أي حبارسنتها معنا بلارن أي سوق هوبتها أو دتك ويو عقل عليسا تدريب تاني ليلس كلابات تبادل واحد سوي درستان حكاية قصة واسلم معناهونه شاكدي الأمثال كوساب سليم مهما ها العربية يا عربيد التالية سوس عطا مع زميلك أدي صاحبك قصة كوسار أرتي سوي درس ده نشاد ثنائي وحوي وشق الله بقف أي قبنيا كشيء كيسانيا المثل أول تحويه معه ومهما ظهر إذا وجزاء سن مار نكى إنجنيير كها سدحون ورد قمي نكى من عمل المدير أو دلي شيء كذي سيد وقولي ورسي أتبعناه سلا قولي دمايا لقاط برسن يسويتي ذو هيد المثل الثاني رجع بخوف يا حنين لبدي كباد أولي بخوف كها أيو لصان قضي وقول دسات لقوم مهماها وانكى كبارها مارت حنين لورنجري كي خيامي رميجها المثل الثالث مهما تصدحت الصيفة ضيعت اللبنة حقاق بل عانها ضيع ذي وانناكتي ننكو انتو فري هدنا مرة بعض صوت وانتي انو كاليو امو احسيو المثل الرابع على اهلها جنت براقشو وحيب لا يوسو جيدي ددكي دي براقشو واي يدي عديها بينكي تبادينا للاي يددكي اي مارتي ددكي يدي هايستي المثل الخامس قطعت جهيزته قول كل خطيب جهيزة واحد قويسي قف قصتوا باني لها باني هي سيها ذلك يسوي شرطي وقبلي تري محايدون كذا شري يا دي الله يدمو نينكي أدو شري سيمبا تدكي وحكا دليبا قبطي او دليل المثل السادس ومهما ذا اللحاد وعند جهينة الخبر اليقين غير جهينة اكتو دور كربتي يا لا ونينكي حسين من عمري نينكي دلي وي آخر نسل ونين شري قبلي يسوي كشرتي قبلي يسوي ويدسيتي وار حسين انما عرقتي انا قاد دلي ترى أديش ذا قماطها أضغو أسود بدنا قبل قال كلفتي كلنو شيء يقول كا تدريب ثالث وليس كصدحات قم واحد قبطها مع فريق النجوم الملائكة الله كحل قبنا إلى شقينا يا صاحب ضاد بمناقشتنا بعدان معاني الأمثال التالية مهما صوص عضا وشدوين كإليهين والغرض يوشددا معناه هو حول يورتي هاي يو الغرض وشددا الذي معناها يرمي إليه كل مثلين معناها وتوجنا يا أمتي الماما يو مهما كسته منها نشاط الفريق ومنها واحد نشاط الفريق منها واحد كم إذا مهما ها نشاط الفريق مركها وكوح أياش قدم وتقمنيس إلى الزملاء يكبو كوليو واحد لا وردة من غير شوكين مشر أوبح عن قط حلاين تام الناس عمر حوي هذا يجور شيء كستو أو دافله دبولي أوبح بلا قطح مشر إذا هذا يعني شيء عن دافله هذا بعد عن لحيني مشر soo cilmigu dheef iyo wanaag ma aha dib u leey soo dhaqaaluhu ma aha wax dadku dheefsadaan dhibaato iyo tacab lagu soo saaraa
شيء كستابا وحول لي هدبتيس لا وردتها مجرى أبح من غير شوكر الآن قضح لهين اتني لا جديدة تحت الشمس عد عيدا وحوستي دو كعسو بمجرو مرد واحد ويامر كان أرهين عسو بلهم لا تحت لا جديدة تحت الشمس عد عيدا شيء عسو بمهوسي هلو وهو أرهيم هو سيدي هرؤون وحن نقول عسو بمجران الوقاية خير من العلاج كهورتقة أي كون لسان دوينت يعني عذرك مركو قفو كله عوحة كون لسان كهورتو ومارت أسبابها عذرك وكقب قليسري أما عذرك قبت بادين وقفك الشقية أي كون لسان مركو بقضيس دوينت وهدي إلهي وفتشي وقفك إلهي وقلت لك لنا ربكون وإسنو الددار وحل لقيا بأي لها عذرك بكبت بادين أنتو يعني استوينا على الرفاضي لها وحكا خير بدين بلين مركو وقفو سكرنا وروحي عذرك هنا أربعة الحاجة أم الاختراع باهدو وهو يدا وحصوصارك وإلى باهي اللي هلو وحب الله ما صوصار ميالها وقوب باهي بضي دادك وقوب باهي دا بضي بقى ديد وحصوصار دادك وقوب رواقال بضي حمد صوصاران انت بضي أضو بقى يقول دادك يعني أي دلان دادك مالقبين كأيو حاسي وحما قبطان وحيو قبن وايين باهي بما قبان وحي صوصارا ما مقرنين وحول بو هايستان لكن ننك باهي دا كو صوخري وادارتي وحب ضنبو صوصارا معاو صوا طروفه ريالة طروفه هنا عربية وحبرها تبنو شغتك إياه لكن كالكالي عياري الله من الله سبقه لما يستابع باهبة ما أركبه مبايقا باهبة حيثاج خمسة الطيور على أشكالها تقع شمبروه وحا أي دعان يعني لبودان شمبريا ما أحرقنا شمبرو شمبرو سلا الدولاويان على أشكالها النوعيري تقع كدكتا تقع وامرك هذه الشيئة شمبرو فريسانيا يعني وحا يلا فريستا شمبريا شمبر تلا نوعا يعني يلا فريستا كما تزرع وتحصد صاد حب يرتاد حب قصتها ومعني ذو واحد قصتهم بعض لا يضحون واحد بيرتاد قصتها كما تزرع وتحصد صاد بيرتاد قصتها أو واحد ولا وقف ولا وحي وقصده أي ليه ولا أن واحد يدق نبان يرك دمو آيون ويانو يعني قف وحي وسوق قصدي أي قصته وبيرتي ثانيا التعبير الكتابي إما كواه الأبور مد قرارة تدريب واحد ككوبات أعد قراءتها نفس القراءة المكثفة وعد كوعد إذا نسك أن صامرني أخرس يعني حوجن المكثفة حوجن أخري دب أخري وهو ما هي مركها كار أخري إذا نسك قصو أخري إذا الأمثال العربية الواردة وما مه عربية كصار كقرنا في صفحة 237 يو 238 وأكون صامرني أخري بكل قوة وقوم واحد بعد نقبتها بتلخيص عينه توقفته بأسلوبك هب أدوا الله ذي رأي أدوا الله ذي ومعنيه نحن بارسم وأنا دعيت كديجن أدوا عري هرت معناه سي أدوا وحقول حوجن وخري مركم ماذا حاقو بس وحب مهما كسب معنيه ذا مهما هذه صانة كوب رأي أدوا الله ذا هنا هذه كسو تدريب تاني ليلة كلامات أكتب خمسة أمثال واحد قرط عشان مهما هاد أو سمعتها أدم قصي أو قرأتها أخذت كو أخذت في لغتك أفكار تدخل وقت لقوا لغير الناطقين بالعربية سوماها يعني مركا والي وحلو قولي هاي قهر أدو أد لغت دار كو أخذي وشن مهما هو دبيت نقر وأفكار كتيرة أو أي لغة أخرى أما لغة كران عربي بها هين مثل أو لغوي كاكلت برتيبة كمدة تدو لغة كران تقار مع ذكر قصة كل مثل واحد لكن شكتا قصة دي أد أخذي waxaan jeedaa maamaha daaqsaday qisadii sheekadii ku soo baxday oo hadii jeer madalku qiso uu ku soo baxay sheekada dhacday baa laga sameeyaa xikmadana looma sardeen qiso dhacdo ee waa tajribo iyo waa aragnimo dabadnimada saxayisa tuuji aqal u dhashay aqoon yeeshay waa aragna leh ayaa hadal xikmada qura marka ayda looma baahna in ay sheekada ku soo baxday laakiin madal hadii la yiraa sheeka ayaa lugta ku haysa saan wada sheegino dhan sheekadeedina sheek وايهاي ومغزاه واحد شيكتاه وشيدده لوغه جيدو او امك مركن لانا هاي يداك او كتا يداك او كتا وفوك النفخه سوماها لبدا غعمودنا وخينا افكاغونو او افوفاي هورتا مركو ورسد بسديدو وا نينكا وبيغا كو دحاي كو ريتي قربدكي قربدكي او فرمي شيكو تاسه هي او قيشتي نينكي او دوا نينكي او جواب ارينتا دوندا ما هما بايسو بديش مغزاق هذا إلا دوام حي قف قصور دبعة كل دعة يسوونه سبب تلبا الله سوقها لا بأس كريهين
oo qisadu ku soo baxday waa ninka gaarka ah laakiin qof kasto oo dhib ama wabi ha noqdo ama cir ha maray ama ruux ha maray qof kasto dhib soo gaadho oo dhibta isagu sababteeda lahaa baa loo isticmaalaa waa maqzaag iyo ujeedada ay leedahay raaci waxaad ilaalisaa fil mathali markaad mahmahada samaynayso iyo qisatii sheekadiisa ma yeli horta waxaan ilaali wuxuu ku timaamaysaa u samaynayso raaci ilaali fil mathali mahmahada aad sheegayso iyo qisatii sheekadu ka soo baxay ee ka horeysayba ee uu ku yimid ma yeli waxaan soo socda an yakuna almathalu wa qisatu biaslubik horta adigu mathalka iyo qisada uu ku soo baxay haar noqoto mid adigu aad leedahay marka mathalka isaga lama bedelo inaad macnihiisa sheegta mooyaane laakiin isaga siisaa loo qoraa laakiin hadalka aad ka sheekaynaysa aad leedahay ha noqdo mid aad kitaab ka soo qoratay yuu noqonin an taktuba almathala walqisata biaslubin waadix hab aada u cad oo la fahmi karo u qor mathalkiiyo sheekadiisaba bixaytu yafhamuhu waxaad u qortaa si uu garan karo alqaaruu qofka akhriyaya biduuna sucuubatin isagoon dhib kala kulmin oo aan ereyadan inuu ereyo doono iyo inuu cid kale la kaashado iyo waxaa isagoon u baahan markuu isagu akhriyo waa inuu iska fahmi karaa iskii uu akhrisan karaa garan karaa macnaha an tadkura mawduuca almathal mawduuca ay ka hadlayso ama ujeedada arrinta ay ka hadlayso la sheeg mawduuca arrinta ay ka hadlayso an tadkura almaqzaa waxa looga jeediyay walqarada minhu ujeedada ay leedahay waa isku mid ujeedada loo soo qaato iyo cidda loogu mahmaaho waana mid waliba cidda loogu mahmaahay wayla socotaa sheeg an tadkura kayfiyata alistifaadati minhu waana sheegtaa habka looga faa'iidaysanayo minhu ayin mathal mahmahda fi xayaatina nolosheeda inay kasoo looga faa'iidaysanayo alaa tasiida waana ka badanin qisatu almathali sheekada mahmahda ku aroorteed ka waramaysaa calaa 50 kalimatin konton ereyha ka badin sharaxaaga iyo waxaad ka waramayso qawaacidu luqa imkana waa qawaacidkii xagga luqada almustana biillaa waxaan ka sheekaynaynaa ereyga layda almustana biillaa waxaan soo sheegnay markii laga hadlayo naxwaha waxaa la sheegayaa markastaba jumlada ayaa laga waramaya marka ereyada jumlada kusoo arooraa mid walba siisa loo sheegaya mustanaagu wuxuu ka mid yahay ereyada jumlada aljumla almufiida ka qayb gala haddaba muxuu faa'iideeya halkuu sa gala seesa loo soo reebaa ayaa lagu tilmaamaya fanuuxu alamhilatu waa tusaaleyaal udrus baro wallaaxid una fiirso xadara dullaabu ardaydii baa yimid ilaa aaliban ardi mooyaane eega saad u samaynsa wacaynka mar walba jumlada lama isticmaalo ereyada waxa calaa sabiili bedel kolba qaar baa la soo qaataa oo marba maala markaad ficil iyo faacil samaysa mafcuul bihi baad ubaahataa mar waxaa loo baahdaa mafcuul liajlihi mafcuul mafcuul mudlaq baa loo baahdaa mar waxaa loo baahdaa mafcuul macahu baa loo baahdaa mar xaalo mar waxaa loo baahdaa timiis mar istatana ku jira marba mid baa loo baahan yahay oo jumlada gala halkeeda marka hadoo istatanuhu uu galo siduu u galaa lagu barayaa ninku wuxuu ku leeyahay xadara atullaabu ardaydii way yimaadeen ilaa aaliban mooyaane haddaanu midi maqnayn istatanahan looma baahna waa laga tegelaya waxaa laga yaga towkiid loo baahdo ilaa xadara atullaabu jamiicuhum uu kana meesha ka baxo markaas sidaasay jumladu waxaan o dhan u qaataa oo marba marba midka loo baahan baa meesha galaa marka ilaa aaliban markaa u firso ilaa aaliban ardaygaasaa lasoo reebay oon isagu imanin ilaa baa lagu soo reebay mustasnaa la yidhaa kii laga reebay imaatinka fa anjaynaahu waanu badbaadinay waahlow isagiiyo dadkiisiiba nebiga ila imra'atow gabadhiisii mooyaane eeg iyadu badbaadada may gelin dabadna badbaadi baa laga saaray iyada falabituu fiihim waxay falabita cafwan falabita fiihim falabita fiihim dhexdooduu joogay nebi nuux calayhi salaam qoomkii loo diray alfa sanati kun sano ilaa 50 caaman kuntan mooyaane kuntan baa ka dhinaa marka kuntankaasi kunka way ka dhinaayeen saa'id daraaddeed waa in laga saaraa intaa ka dhiman maa xadara dullaabu ardaydii ma iman ilaa aaliban aw aalibun ilaa aalib aw aalib labada odhan karta ilaa aaliban aw aalibun maa baa soo gashay oo nefiya marka horeba ku dhabnaa ilaa aaliban ila mara'ata ilaa 50 oo iyada lagu kordhabay iyadoo lagu kordhabay mulxaqaad jimcu dukru saalim oo iyada lagu kordhabay iminka maxaa lahi xadara dullaabu ardaydii yimaadeen ilaa aaliban aw aalibun waa kii hore ee waxaa loo socday nefi baa ku jira cafwan maa xadara dullaabu ilaa aaliban aw aalibun imika waxa yimid baa yar oo u fiirso waxaa lahaa mustatanu waa cagsa almustanaa minhu markasta kala soo reebay wuxuu kasoo horjeeda ka laga soo reebayo hadduu kaasi muhbat yahay isagaa manfiya hadduu kaasi manfi yahayn isagaa muhbat ah in waxaa leeyahy may imanin mid ama labaa yid baa laleeyay mid un baa yid baaba laleeyay ilaa aaliban aw aalibun ardi baaba kayid dadka ardayo dhan ba marka kaasina waa macno kale kii horena muxuu ahaa
حضر طلاب إلا طالبا مد باك مكان المقرحون ما حضر طلاب إلا طالبا مد باي مد وياني مكان مركا مركو نفي قاسي كتشرو وارا لكورة بكرا وارا لك بدلي كرا مركا لكورة بيستثاء لأو كرا مركا لك بدلينا الطلاب دا قدن با لك بدلي مربا أي لابد وكورة بنان كرا وهذا كبدل سير نصبه ونقون كرا هذه آد كورة دون ونصبه ونقون كرا ومركا مستامين هو كورة بيها لا إله إلا الله ألمو يألك لما شرو ألمو يإله كل عالم كان كتشرا ما شرو مركا نفي با كتشرا دبادنا والا قدية ما فعلوه ما يسمعين إلا قليل منهم إن يروا إيه كميدة مويانا مركا والا قدية وقال قبدي لو فاعلك وفعلوه دا كتشرا ومحل كيسو قدية هاي با محل كيسا لقبدي لهم إلا أنا مكور هيبية هاي محل كيسا مرفوعة لم يحضر إلا طالب أرد موعد خلاته ما شرتو إما كوا مفرق مستنامين هجيمة ما تشوق قبي جسبا لما شيءين عداني منبا كي بدون بلا شيء لم يحضر إلا طالب أرد موعد كلامي معنى دويا هل أرد موعد خلاتي مجر مركا وأرد دي كلامي إيش كم قن أرد مويا أنا عد كلاتي ما هينو ثان ولا إلى هذا إلا إلى ما إيمان أرد دي مد مويا ولا ننكر أرد موعد خلاتي مجر ولا ننكر جيم فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون ميال الهلاك يا عد كله كوا فاسقين تاموا يا مركع عدي كله لمشيين فاسقين تاموا عد كله مهلاك يبالي ومفرق أما هو ناقص وكل شيء دونا مركع مستنامين يقول قويه وي تسعة ما أحببت أروق مشي عليه إلا الصالحين تذكر من أحسن مويا يعني تذكر كلام مشي عليه مورن محيط ما أحببت إلا الصالحين أنا تذكر من أحسن ما نشعله ترى إنك قريب تنجيم كي بعض أيوه حلو مشرح دونا قيب تعرفتي قيب تعرف جوا حوي مستطر على مستطرنا موجب تام موجب عليها وتام مستثني هي مستنامين وجبوا يشوعون وكو وأنا موجب إنه فيكم يشروا كنا على تام غير موجب وأمد ما يسترن ومستثني هي مستنامين ويشوا كبعضة لكن نفي بقى كتير مثبت معها موجب جوا محي مثبت متسجن كان ما منفي كان ده واحد هذا مفرق أمر ناقص مستنامين هو جوا مقام بجيب جيسي بقى ومستثني هي وبقى شو جبا الشرح هو عضين يفعلين لاحظ أفير سؤال اسمه مقع الذي اسمه بعد إلا كتن بيه وكتر في المجموعة كوحدة إريادة ألف قيبت ألف وإن مساء وحوية واسطة حد أوه رأي ألف واسطة حد أوه رأي يقول بما حضرت ما يوحوض ما يفعلبيتها فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يقول بما يسطة حد تصالح روي لأنه يقول تجد واحد أغاني ساء أما تجد واحد أغاني تجد أما أدركي أنه إنه يسوق منصوب الله قربي دائما مرول بصدح القربة لأن الكلام هذا هو تامر وامضى ميسترن أسود ميسترن يعني هاي جميع أركان الاستثناء تركي وكنت أجناء الصور بدبا مذكورة والله وضع شاقي مستثنى هي بتشوجا أدات الاستثناء مستدامين هو جيبا تشوجا وحلاج الصور هي بي أدات الاستثناء وحلاج الصور هي بي بتشوجا واحد شوجا مستثنى للصور هي بي تبو تشوجا ومثبت أج وأكلام موجبك ومثبت وامضى صورنا فيكم يشرو بينما الاسم بينما هلك أما مركة بينما وقتك الاسم وقع الذي بعد إلا اسمك إلا كدام في المجموعة باء قيبتها باء ياتي ويمان يا منصوبا يسوق الله قربي أحيان مركة قار وأحيان مرنا مركة قار يتبعوه الرعاة حركة المستنامين هو الرعاة لقبدلا معايا لأن الاستثناء سوري بده هنا هلكا ضمبي تام ومستري يوم مستثنه يوم مستنامين هو يتشوغان منفي ديد ما كنت ولا ديدي وما تشري بالله محل لي هاي ما حضر ما إيماني بالله ديد ما كنت الطلاب إلا طالب ولا قربي أو طالب أمو لبدلي أما في مجموعة أما في المجموعة جيم كوحدة جيم كبلا بنتا لم يحضر إلا طالب كبلا بنتا نمبر كتضب سديد سقال سدح عاد صالح فإنهم فإنما بعد إلا وح إلا كذن بيا يعرب ولا عربيا وح لا عربيا محل عربيا وحال العربي وكأن إلا غير مذكورة يضون إلا تشوغنو كلا لغا سو قاديا وحال العربي او لو العربي سيدي انا إلا ميشا بتشوغين با غبي غدبا ما هي الا انا لستنا سو ريبدنا ناقصن مد ديمنا او مسلمين هوغي با مقن دبدنا عاملك إلا كهوريا عرابتو دونيو ايا إلا كدنبي لا سينيا غبي غد معنيه واي فايدينيسا لكن عرابتي وحال لغا دغيا اناني تشوغنو كلي ويسمى مفرغا وحال الى هذا مفرد ومد لو سي دايي عاملك الى كهريبه بعد الا اسمك يا لا لو سي دايي
oo ku amal fadhiya si toos al qaida waa gundigi oo la soo koobayo al mustasna bi illa ka ila lagu soo reeba horta ismun waa magac yudkar waa la sheega bacdaha ila bu ka dambeeya yukhalifu ka duwan yahay ma qablaha waxa ka horeeya fil xukmi xaqqa xukunki iyo go'aanka uu kaga duwan yahay waxa ila ka horeeyo kaga duwan yahay taa macnaheedu waa maxay u feeso waxa weey soomaaynaa oran hadara tullabu illa taaliban ardi mooyaane ardayda kale way yimaadeen soomaaynaa oran siduu uga duwan yahay marka imaatika horta xukunki ah marka imaatika uu kaga duwan yahay oo isagu muuman soomaaha faanjeenahu ahlo limraato halkana xukunku waa badbaadada waa la badbaadiyey nabiyullaahi luud buu ahaa iyo reerkiisiba gabadhiisi mooyaane maxay kaga duwan tahay badbaadadeedu may badbaadin falabitha fihim alfa sanatin ilaa khamsin caam kuntku way ka duwan yihiin inta kale uu kunka uu la joogay marka laga reebo muxuu ahaa kuntu kan dambe xoogay kala duwan waxa weeye macnaheedu lagu soo koobaa mustanaaminugu hadduu yahay wax jira oo muhbad la yidhaah mustatanu wax jira ma waa manfi hadduu manfi yahay mustanaaminugu wax jira aanu ahayn waxa wax jira a maxay mustatanaha waa isku cagsi mar walba marka leeya maa xadara dullaabu ilaa taaliban ardi mayo cid kale may mooyaan haddii la dhahdo maxaa la yidhi maa xadara dullaabu ilaa taaliban ardi mooye cid kale ma iman oo waxaa la diiday imaatinka ardayda mid baa laga sa kaasaa markaa yimid haddii la xadara dullaab ardaydii waa ilaa taaliban arday baan iman weeyaan marka way isweydaataan mar walba asuu ku leeya maxay wuxuu ku leeyahay yukhaalifu maa qablahaa ka dambe wuxuu ka duwayay maa qablahaa waxa ilaada ka horeeya fil xukmi xukunka meesha markaa yaala ee waxa laga hadlayaa xukunkuna waa waxaa laga hadlayo waa arkaanu istinaay tiirarka uu ku taagayay soo reebku salaatuntu waa saddex mustatanaaminu waa ka wax laga soo reebay ilaada ka horeeya wa adaatun waa ereyga wax soo reebay ilaa oo kale weeye waa mustatanan midna waa kala soo reebo ee ilaada ka dambeeya wa anwaacuhu istitnaha qaybihiisu salaatun saddex bay u kala baxaan taamun mid dhammaystiran oo saddexdaasi wada joogaan mustatanaaminuhugii adaatu istitnaagii iyo mustatanihii ay intuba joogaan wayakuunu wuxuu noqdaa fiihi kaa dhexdiisu almustatanaa kala soo reebay ilaa ka dambeeya mansuuban mid la kor reebay buu noqdaa fiihi kaa taamkaa dhexdiisa ee muhbadka ah itinin taamun mafiin mid dhammaystiran oo laakiin diid ba ku jirto uu dhammaystiray waa maxay mustanaaminuhu wuu joogaa ilaana way joogtaa aadaadkii baa jooga mustatanihiina wuu joogaa laakiin diid baa ku jirta wayajuusu nasbu lmustatana kala soo rabay ilaa ka dambeya waa la kordhabi karaa wa itbaacuhu waxaana la raacin karaa lilmustatanaaminhu ka wax laga soo rabay la raacin karaa bedelan isagoo laga bedelayo oo waxaa la siin karaa icraabta mustatanaaminhuga ee la siin karaa talaata naaqisu mid kala dhiman huwa kaa naaqiskii maa waa mustatnaha lam yudkar aan la sheegin maa waa istitnaha dheh maa waa istitnaha lam yudkar aan la sheegin fiihi istitnaha iyo soo reebidda almustatnaaminhu kii wax laga soo reebay ilaa ka horreeba aan la sheeginba wayucrab waxaa la icraabaa almustatnaha kala soo reebay ee ilaa ka dambeeya xasaba mawqicihi halkuu kaga jira kolba filjumlati jumlada iyo baahida looga qabo oo taa macnaheedu waa maxay kolba halkuu kaga jira maxaa looga jeedaa hadduu ficil qudhihi joogo faacil buu noqdaa oo meesha faacil ku fadhiya hadday ficil iyo faacil joogaan mafcuul buu noqdaa hadday ficil iyo faacil joogaan mararka qaar jaar iyo majhuur buu noqdaa hadday jaar iyo majhuur loo baahan yahay kolba halku jumlada kaga jiray halka looga baahan yahay ayuu markaa buuxiya isagu wa ka anna ilaa waxaana laga soo qaadaa si ilaa hayru madkuulatin aan laba sheegin oo kale laga dhiga xagga macnaha ma ahay xagga ciraabtu macnaha way faa'idinaysa waxay faa'idin jirtay tadriib waaxid layliska koowaad dac waxaa dhigtaa khadan xariiq mari taxta almustatanaa kala soo reebay xariiq hoos mari wa bayin cadee noocahu nooca uu yahay fii maa yeli waxaan soo socda waayahay aljumal kuwan waa jumladihii kana waa noocul istitnaa baad sheegaysaa oo noocu mataam muhbadaba mataan manfiyaba manaaqis baa saddexdii maa facaluhu ilaa qaliilun minhum may samaynin in yaroo iyaga ka mida mooyaane kaasi waa taamun manfiyun ee maxaa ku xiga kullu ummatii mucaafan ummaddayda oo dhan ilaahay wuu dembi dhaafayaa ila almujaahiriina mooyaane kuwa dembiga yacni muujista cadaysta badheedha si qayaxan ummadda ku hor sameeya markaa mujaahiriin unbaan loo dhaafay yacni kuwaas mooye waa loo dhaafaya inta kale waa la cafiyaya kan waa mustatnaa taam muhbat wax nafiyi kuma jiro qumi leyla ilaa qalilan habeenkii kacin yar mooyaane nisfahu kalabarhkii aw inqus minhu qalilan ama kalabarhka in yar ka yare
كنوا تام مثبت ولا يلتفت منكم أحد قفنا يوسف ضيمان إلا امرأتك قبل هذا مو يعني أما حاسك كنوا تام منفين جيد ما كشرته أو لا بقى كشرته ما فاز مو قوليس إلا المجد كيد داري مو يعني كنوا تام منفئة أو ما بقى كشرته إن الإنسان لا في خسر تذكر ما خسارة كشران إلا الذين آمنوا كل أهل مي مو يعني كنوا تام مثبت ومدى ما يسترن أو مركا أنديد مكشرين وما محمد النبي محمد وح كلامها إلا رسول ورسول الله صدري قد خلت من قبله الرسل رسول شاكه الرئيس لما تودب ومثبت عفوا وتام منفي ومدى ما يسترن أديد مكشرت ما باكشرت فشربوا منه ويعبين وبيجي كعبين قوم لوط عفوا قوم طالوت إلا قليلا منهم إن يروا إيه كم يدموا قوم طالوت إن يربان عبين كان وا وا محن قنايا وا تام مثبت ودمستري وانا ما في كم يشرو وما يلقاها لمسيو إلا ذو حظ عدين نسيبه نسيبه هلمو يعني كان وا تام وحاول شيء عفوا كان وا ناقص عدي لسيرة يبقى ما مغطى وحاول شيء ذا عدي لجسور ريبي يبقى عدي لسيرة يبقى مغطى وما يلقاها إلا ذو حظ عدين لمسي أرنتا يوانا جا كون نسيبه هلمو يعني الله ما جعلنا منه مركا مستثنى هي أم باتشوجا مستثنى منه جيبه ما تشوجو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى هيك ما درقيه كمان يكلف النفط وحان أودي إذا أنا لهين وحكي كريس مويان نفسا وهذا كسوه مستثنى منه إلا وسعها وحوي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كنوا إذا ولمد ومس وحوي سنوا كا عن شيء جنويان أو ما نفط اللي جمسوه هي بيجي وحويان وكان ناقص كا ووحي اللي جسوه هي ماشوا كم قيّة بقى إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نفناكم ما درقيه وحأود يسمي أحكله أو محل جسوه هي بيجي ده وحوي الأرين وقدر قيامة شرته أنا أود يضل هين يأرين أنا قف كري كرين ده بدنا مفرق وحنا قلنا يا كائن لنا هو مفرق إنه قلنا تدريب ثاني لا يلزق لبعض اجعل كل كلمة كلمة كستكديك من الكلمات التالية كلمتها صوص عضاء مستثنى مستثنى كديك مثل صار يا بي في استثناء تام ولبا استثناء لما يسترن أو مثبت أنا ديد مكشرين مرة تنقل صدا كديك وتام مرة واحد قدام لما يسترن من في ديد مكشرته ما أخرى مرة كله والناقص كديك مثل كذا دمن أول مسلمين هو مقيه هاي ثالث المرة تحد في جمل جبلونا وقدر من إنشائك أضوا العروسات أضوا الله ضحي الطبيب هو الاختار كرجلان لبنين يمجتهدون قارد ذلك انت وعطلك تا ماركتي مستثنى ايه تام ومثبطة يتام منفية يمفرق اما ناقص قادر جيران احنا يركز وقاضي ناقصة قصابسا من ماركتي كالساري تري شارك او قرصوروها شارك اعتادوا وحي عاديستين دقا كاركتين اهل قرية دد مقالة دقنا أن يجتمعون كلمان في ساحة القرية مقالة دحديدة فنانك مقالة طابيدير فنانك وين مقالة دحديدة أي كل مشرين بعد صلاة الجمعة مركز صلاة الجمعة لقبح أي هلك كل مشرين فإن كان لأحد قف هدو ليها عند أحد قف كري أدو أكتيس كل ليها مظلمة كردرها حتى أبو سقناتي هدو قف كردرها كثير سنة يجر قف كري حكموا واحد قرصورة كان يجترين بينهما دحدو ذا رجلا نن سموها أيو بحيين باسم قادر جيران نن كاسو رجلين هاي بلو قادر جيران نن أيو بحيين نن كتارك كرا حكما أولا شا نوقر نك مركا ما نن كستا حدي مركا تم أهلا قبحو نن او نن كعبان ايو وحو رنجري اسو سو لبورجين سموين اوغي سو لبورجين سموين اوغي سو لبورجين ساسو كلا ايو حو رنجرين هاي بل نوغي نكاسا نكرا سارة نكاسا وها محي كرسورة وها وقد مرت وها صومرت عليهم يقى فترة طويلة وقت الدير حل الدير ومن الزمن وقتك كم دبا صومري ولم يتقدم قفنا آنوخ صور لم يتقدم أحد قفنا خمو صور قاقن ومو كينين صومرو ديقين منهم ضدك كم دي بشكوى وحب شاء مكينين
إلى هذا القاضي كصورهم عندنا عبشو ميكينو دد كي واحد نقدين دد عبشو ذي يراتي محاي كن نقدين فكل واحد من دواليبا أو من أهل القرية كم يدد كي دابيد الدقراء عرفه وحو قرتي ما له وحو يسوى حق ليه يو ما عليه وحا يسوى حق ليه أو من الحقوق وحقوقها والواجبات وحيابها واجبك أي دد كورا مكرتين ولكا قفل وحو كود داري إنه حقي سنة هلا أمدنا حق دسيو طيب نقر إن مارتي لا يسقف سوكر بلا دد كالوقع هذا يراتيبا مدد دا يربان ننكي عدو إيمان وادركا وحا قفل بوحو قادي وادركا قفل بوحو قادي أن سعادة الليبان تينو الوناقة يو سلامة نبت قريدو مرتبطة تان إني كحرينيهين بالوقوف إنو قفو يستاقو عند الحق حق يسينو سكتاقو وآنو حق درر دونن قردرن آنو كوكعين والالتزام به إنو حق يسعون كوكاضو واللازمو وآنو وحق لدونن وآنو لهين وظلوا وحي أهايين على تلك الحالة حالة داسي كسقنايين آنو عديني سيسنين إيا مارتي قوف اللي بحق يسعونو كوكي هاي وحيو تاري كران حقود دركان أولي مادو حتى سكان وحا سودقي في قرية مقالة دودي رجل نبا سودقي من قرية أخرى كسو قوري مقالة كلي فكثرت وحا بضطي ضده ننكا إيدو لقا قسو هرچيدو الشكاوة عبشوين كننكا لقا سو قدبني إيا أشكتدن لقا قدبني إلا لأي ننكا سدبونا وحايا ننكا سونا كديدي إسايا كسو هرچيدا كدنكا ضده إسايا كدنا كسو يعني لقو هايستو وثار وحا وثار الجيران تدك وحا كوكعين dadka jaarka haba ku kacay min muamalada ninka la dhaqankiisa ay ku kaceen ninkii soo degay cusba wala ma kun hada rajul ninkaasi mu aheyn al qariibu magaalada ku cusay qariibka ku ahay yaarifu mid garanaya sababan sabab keentay litadajjurin nas dadku waxay ugu cadeysan yihiin min isaga waxa aradan dadka keenaya iyo sababta loo haysto ninkani ma garanayo dhaqanka uu ku cusub yahay dadka oo kasoo wad horjeedo uu arkaya cabashooyin buu arkaya inay diideen buu arka الله روح كعريسين يوحك وهايستانا مقرنا يسوق والابتعاد عنه وحي كقفوا قادين اي كقيا عيانا مقرنا يوم وفي احد الايام مالمها مالين مالمه كمدا قاد عاد وحا صونغضي القادين كي قرصورها اها الى القرية وحدي بكو صونغضي داب يدي ايو نكو صونغضي فوجد الناس داد كيبو اركي او هلي داد كيبو قادي غادبين او عريسا على الرجل الغريب ninkan ku cusub magaalada in dadku wada calaysiin buu arkay wadaraba waxa ka codsadeen an tuuqada in loo fariisto al maxkamadu in maxkamadii la furo oo loo fariisto qabla salaada ka hor bayleen balse badda jumada la fariisan jiray waxaan maxkamadii fariiso salaada intaan jumada la tukan noo fariiso ala qeyr al caadada sidii caadada haysi ka duwan ay u dhahdeen arin degdeg ah ba jira oo salaada bay inagu simeyn salaada ka hor fariiso maxkamadii ay ku yankar sorry marku soo noqdo maqna waafaqo uu ku raacay alqaadi gar sorry uu ku raacay wuxuu yiri waa yahay waanu fariisanaynaa buu waxa darar rajul ninkii ba yimid alqariib magaalada ku cusba ayaa isaguna yimid wajtamaa waxa isugu yimid ahlul qaryati dadkii magaalada deganaa baa ninkii isugu yimid fawajada wuxuu helay alqaadi gar sorry oo u yimid aksara in ka badan min shakwa hal cabasho in ka badan baa u timid gar sorry ضد ذلك الرجل وننكا كسهر جيدا وننكا لغوها يستو فقال وحيري مخاطبا يساق الله الله يا نفسه نفتي سأيو الله الله ينكي وحيري لعل ذلك الرجل وحلقا يابا ننكني وحنو عباشيه كسعودان يا انت نوضده كسهر جيدا قتل انو اللاي الابرياء داد بلا دنبيا انو اللاي با لغا يابا نفتي سأ مركا قشي كي قرصورها اها وصرق الاموال انو حول بضان نحضين والغا يابا بور واعتدى انه كو حد غدبي على الاعراض ددك شرفتود ان ملكا غدحاي نو وا لغا يابا بو شيد وعلى كل حال سيك استبها اهاتاي بو وعلى كل حال سيك استوي تahay يي واخ كاستو او جربا اسغا اسلا حدليا لا استطيع ما كاري كرا انو اودن املي يي مال فصحيه شرعو ان انتقى ان ان كو حدلو اون كو دواقه بالحكم غوان كو دواقه كرا و اسلا حدليا ما لم استمع هدانا دغيسن من المتخاصمين ددك دوديا jamiican dhamaantood ee murmaya is haysta ilaan dhageysto go'aan kuma dhawaaqi kara ayuu ninkii siidi naftiisii buu la hadlaya waa garsoorihi taqadama waxa soo dhaqaaqay oo is soo taagay al mustaki ninkii cabanayay al awwalu ee koobaad waqaal wuxuu ayuu hal qaadi garsooray yahow al muhtaram sharafta badani garsooray qaadi yahow sharafta badani
إن هذا الجار نكن للجار كأهي لا يعرفهم إيه قرن مايو لي أنا جاي ما أقول سنة حقا حقا أن كل ما أقول سنة بور تهيشة وحن حي الرجل الغريب نكى قريب هون حي وعفري معها فهو لا يذكر يسقو ما حصوصنا نكن قرص نكن الله يستع أنه اعتدى إنه كحد قد بي عليه نكن ما حصوصنا مرو كحد قد بي ما حصوصته أو أما أكل ماله حولي سينو عنينا ما حصوصته قال قاضي قرصوري بايلي وماذا فعل محسن من نكني مركو حقا أنو أقوان سنين وحكو قسمي يوام حي قال المشتكي كي أشكتوني بايلي لقد طلبت منه وحن ويديستي مال مال مها كمدا أن يعينني إنو يقعاويو على رفع كيس كيش عن شوان من القمح قمدنا يعني لقاضي لبور فنظر إلي يوي سوئي نكن مكان والكيس كان لقاض بس قرار نسوا إلى يابن سل ياب لبوي يقول سائر يعني أيام رحوي إلى قادم بور ودخل بيت جوري جسوس كجرا إنت سل ياب لا يعني ما كان ور إلى قبو إلى قاد أي جوري جسوس كجرا إلى مقادم قال قادم يقول هذه واحدة تاس وامد وادباته وماذا محاشر أيضا يكلا تاجرته معك ليش قال مسكوب يقول وطلبت منه وحنك عفظ أكله أن يقرضني إنه أماهيه مبلغا حدي من المال حوراه فرفض وديدي مالنا وحن وروح ما هيو حبوي سيم واي ويا ما هو واي قال قاضي ما وما هذا ايضا ما حكى لي كذا واتي لبا تاسير اذكر كل ما لديك والله وحد هيس ايدا او دن شيخ بو نكان اد كغمانيس قال مسيكو خوري ومرض توان بوكودي اسبوع ان ويغل بان جيفي فلم ياتي مؤمن لزيارتي سو سو بوقنيا اسكو ورنا يمو سو اورن ويجا أنجيفي ونجح ابني إن كيجوا كقول يستي حق وحبر الشدة فلما يشاركني قالوا مستوى قريب جدا في فرحتي فرحتي دي وهم أورانين ويموتني دين وتوفي والدي أباه بعد انتي فلما يضرب باب منزلي قريج قال باب كيس صوامو قرعين ليعزيني سوء تعزيه ويخفف عني ويقف ضيديه مرقدة ولم يخرج معنا نامور راعين إلى المقبرة حقي آسكنا نوم راعين بول قال قاضي واحد هل لديك شيء آخر واحد كلام هايزا انت وان وضو قري واحد كلام هايزا قال مستكيو حري ليس لدي شيء آخر واحد كلام ما هيو أقوله أنا لهذا وانك قاعد نكم ولا أريد ما لدوني أنا أتهمه إن أنتون إن أنتون كؤي هذا يتون يوم مرتي واحد أنا هبين بما لم يفعل واحد أنف سمين إن كنت من مدوني لكن انت وان كوهي أبو الحريب وقال قاضي قال قاضي قرصوري بوحول بارك الله فيك الله كبركيه واد وناكسين تهيني يهو فإن اتهام الناس تدكين لغو ايضايا لغو تهمو سيتهنا اون لهبين بما لم يفعلوه وح آني سمين لغو تهما وإيضا وقال لغا يجيب قضب الله تعالى وحبوه شبيع علي إلهي با إلهي با بقفك وعروض أن وح آنه بيتتكو ايضايا واذا يكسين تهدات كديس وح آنته بين التفت القاضي قرصوري با ايجي إلى الرجل الغريب ننكي ماشي كل عصبان مجالد وصاوئك وقالوا يحولي هل ما قاله جارك وحاقوا ننكي جاركاك كوه الله يا صحيح المصحبة مياد وحاسة ما يساعدوا الشيخي قال غريب يحول نعمها أيها القاضي انت سؤال مويترين مويترين وحاقوا كوه رميا ولكنني أنغو لم أعتدي عليه كمان حق قدبين وحقر طرر أهو حقوا لي أن دونتي مجرتو ولم أدره منك ما انقراعين وما انقعان قاضين قعانتي دمي قاعدين ولا مدخل بيت وجوري سلمان جلين بغير إذن سقان إيه أقران وجوري سلمان جلانه ولا مقطع غصنا لا كم جوين من أشتري بستان بيرتي برت كوتها لا أنا كمان غصم ولا مقترد منهم مال حولنا كمان ما هنا نقول إسق وماطل من الدفع ومن مير ميرنين حقي واحد بحنتها أنت كأمة هذي كمان هبص عمننا وأما هنك قاتل مش تجيب جسم فكيف يقول إنني سيدو إيه لا هذا إن أنا أنقو لا أعرفه حقه وحقه سأنا نقرين سيدو يقول هذا يا وحقر درقه نقو يستي هذا نيشر قلي قيد قال قادوح لكل ما ذكرته وح الله وحان أتشيك تأدو هذا تاين كان الله يستو خورت الطيب وح وناكسن وحسن وانا وناك ولكن لا يكفيك ما في اللبوري عدم الاعتداء إن أنا قردر اللو قيسن على الشيران تدك شارك أقول نبتا ضلقا حيستا كما في الله حتى يعد ذلك إحسان إلى لغو تريو سامفل إليهنا يا ذو سامفل شيء لغو ما ترين كرو ما عند باتين لما يوما يقام بله سامفل ما عند باتين معنيه ذو ما ها سامفل
waxa jira saddex qodob baa jira oo la kala yiraahdo yaani mid waa cadl midna waa dulmi midna waa ihsaan cadl waxa weeye inaad qofka waxba dhibaato aad ugu geysan oo xaqaagana aad ka ashaadaad soo gashan xaqiisana aad siiso waa garsoor dulmiguna waa inaad ku xadgudubto xaq u leeyahay ka qaato ihsaankuna waxa weeye inaad waxaaga adigu xaq aan lahayn siiso marka wuxuu leeyahay dee umaad samafalin dhib umaad geysan laakiin umaad samafalin buu leeyahay ma dhibin laakiin umaad samafalin inaad dhibin waa wanaag laakiin samafal maad samayn buu kalsooni baa odhanaya farubama kaanu muxtaajiin wuxuu inay waxa laga dadkan aad la kala jaarkaday inay baahnaayeen inay u baahnaayeen maxay limcuunatin loo gargaaro xoog oo kale matal amba tala ama wax kale awli maalin ama inay xoolayn lasii u baahnaayeen wacindamaa tamtanicu markaad iska diiso canay caanatim inaad caawiso waqraadim inaad amaah siiso takuunu qada canta canta almasaa'iba waxaad caawisay dhibaatooyinkii baad ugu gargaartay haystay walfaqar calayhim baahidina waad u gargaartay faltardaa bidalik arrintaa miyaad jeceshahay yacni wuxuu leeyahay qofka hadday masiibo ku dhacdo oo aad wax ka tari weydo ama baahi haysood wax siin weydo waxaad caawisay dhibaatadii baad sii adkay sii xoojisay buu leeyay qofkii baahnaayaad wax siin weydena faqrigii baad u hiirisay inaad qofka u hiirisay ahayd buu leeyay ood waxsiso laakiin waraad qofkii baahna waxba siin weydo waxaad u gargaaraysaa faqrigii baad sii taageertay buu leeyay ilaa maad gurmani adu arrintaa miyaad ogoshahay buu yihi miyay kula wanaagsan tahay raalli ma ka tahay sidaa qaal qariib wuxuu yihi bidabci laa ardaa dee dabcan kolley bidabci yacni asalba dabeecad ahaanba dabcan anuu raalli kama yihi inaan u gargaaro dhibaato qof haysta inaan dhibaatadii sii caawiyo ama faqriga qofka haysta aan sii caawiyo de raalli kama yihi uma dalab alqaadi kalsoonihii baa ka codsaday min rajulin aakhara nin kale an yataqadama inuu soo dhaqaaqo oo halkan isa soo taago oo bal muxuu samayn liyastamica inuu dhegaysto ilaa shakwaha uu xusna ku cabanayo wuxuu yihi adna hebelow kaale markuu ka hore ka dhameeyey halkan soo taag fataqadama rajulu nin waxaa soo dhaqaaqay nin baa soo dhaqaaqay kabiiru sini da weyn odaya waqaala hada shaykhu odaygaasi wuxuu yidhi yaa ayuha alqaadi garsoorayahu insifnii cadaalad iiga samee si cadaalada noo kala saar min hada aljaar ninkan aanu jaarkan ahay waa ninkii hore ilahaysta waa nin magaalada ku cusub innahu yuudiinani ninkan yuudiini yuudiini ninkan wuu dhibaa buu fileyl habeenkii wuu dhibaa war nahaari maalintan wuu dhibaa labadaba habeen iyo maalinba wuu dhibaa laqad naqasa wuxuu cidhiidhi geliyey naqasa waa markaad waxaad ku saxato wuxuu iga khalkhal geliyey iga xumeeyey calaa hayaati noloshiba ninkan wuu iga xumeeyey waxarada calaa abnaaye dadkaygana wuu igu diray namadaydii iyo dadkaan dhalay wakaada yufqidinu waxa uu in yar u jiraa inuu iseejiyo sacaadatii liibaantan ku haystay farxaddan ku haystay fii masili gurigaygiiba iyo raaxadiiba uu iga baabiyay geebigiisuba ninkan tacajaba rajulu ninkii baa isna yaabay alqariibu ninkii qariibka ahaa ayaa aada ula yaabay isna oo aan filanayn mimaa qaalahu sheekhu waxaan odagu leeyahay aada buu isna ula yaabay way dhibaysa arrintani fahuwa laa yakaadu ninkan uma dhowo xataa yaraahu inuu arka ninkan fil usbuuci wiiga dhan ilaa marna inuu mar un arkaa laga yaaba gebigiisa oo indhahooduba wiigiina maalin isqabtaan wasiil warnino ninkan waxaad u geysatay baasina maxay ahaa ninkan odayga isna waxaan kugu eedaynaya ismaba aragtaane wuu yaabay ninkii wiigiina mar isarkaan baa laga yaaba wahuwa laa yadkuru mana xasuusna ninkan la eedaynayaa annahu tadakhala inuu soo farageliyey fii shu'uuni xayaatii arrimaha noloshiisa qofkan ninkan wax faragelin u geystay isaga iyo reerkiisa iyo dadkiisa midna uma garanayo mana xasuusna inay weligeedba dhacday haddana waa kan waxaan oo eeda shubaya walaa kallama inuu la hadlayna ma xasuusna owlaad walaa kallama owlaada ubadkiisu la hadlayna mama xasuusnaba wali carurteeda ugu diraa buu yihi nadal qaadi garsoorihii baa eegay ilal qariibi ninkii qariibka ahaa waqaal wuxuu hal haadal kalaamu saxiix war hadalkan ninkan isheegaya odayga masaxba waxaa miyaad samaysay qaal qariib ninkii qariibkaabaa yidhi ayuu halqaadi garsoorayahu inaani anigu la adkuru ma xasuusini shay-an wax keliya oo mimaa yaquulu hada rajulu waxa ninkan ku hadlay mar qulaad oon ka xasuusan oon sameeyey aanu ma garanayo fahal ladayhi daliilu bal waxa daliilahoo caddayn iyo markhaatiya ma haysta waxaan igu eedeeyey qaal qaadi garsoori baa ku yihi lilmustakiin ninkii cabanayay hal ladayka daliilu ayuha rajulu niyahow waxaanaad cabanaysa wax markhaatiyo caddayn ma u haysataa
قال الشيخ ودي وحنا نعم ها وان هايستا أيها القاضي قرصورو وان هايستا إن هذا الرجل نكني يمنع عني الشمس عاد عادي ويقول توكسي نكني يوال هوا الله يدي أن هرسن أن إمارته إيه سعوتي ويقول توكسي قبيس عاد عادي لها ويقول توكسي وهو دي بيقول توكسي بول قال قاضي وحنا هاتي دليلك والبد دليلك أقل لك هاري نكني عاد عادي لها إنت عليك يومدو العالم كنا قارس هذه كهر توكسي يهو دي ندوك ورن مريسا إنه كهر توكسي قال الشيخ وحلم من مالك الشمس على ديالي او ديغي ورنيه والهواء هو ديالي على ديالي هو دنا ديالي قال قاضي قرسو الله رب العالمين ديلا هي بالي خالق كل شيء الله وحول با ابو ريبالي قال الشيخ وحلم فكيف اذا يمنعني سدو يغو ديدي كره هدا هذا الرجل نكن منهم على بدود ميول يا على هذا نكن ما هو ده ميول ما هدا سدو يغو ديدي وي ديدي يحيى قال قاضي وحلم كيف سدو كغو ديدي هدا بل نو شيغدو قال الشيخ وحلم لقد رفع بناه كوريجي سبو كرو ديري يبور وعلى جدرانه قدار هذي سنو كربو قاضي قدار هذي دون أن يطلب مني إذنان وح أقلان شايق موي ديسن شاربان بذلك هارنتا سوالي شارب وقد منع عن داري كوريجي وحو كهور توقسي المتواضعة قولي وقول اسكا يار أو ضعيفه عن ديرانه دقاون اسكا مارتي أيو ضوء الشمس على يد إلي اسكي دبو ويقري يبقيدو وحجبو وحو يقحري عني أنيقة الهواء العليل هو دي معالدنا ويقحري كدار كيس قال قادوح ثم ماذا أيها الرجل العجوز نيه هو أضيقي عجوز نيه هو أضيقيه محا انت هكذا بيدي باتا تاوان رجيستي قال الشيخ وحول وقد دمعت عينه لابد يسيره دمرك إلمو سيدة أضيقي انت إلمي أيوحو يلي إنه يوديني نكان ويدبا ويسعرين وحو يدريسيا بفقري فقري يدريسيا واحتياجاتي يا واحتياجي باهيدين اي مر ولبي حسوسينيا نين كان هو دبي وخي درين سيا باهيدين قال قاد وحو كيف هذا واسه كو دعيسا marka سو كو حسوسينيا باهيدا iyo ma ta dhibaatooyin ka faqrigaaga qaal sheekhu xuriin oo yutcimu taam cuntu kariya oo cuna cunu cuntu cuna wiishwi lahma hilibna uu shiisa hilib uu shiila fatantashiru waxa baahda raayhatu shaw urta ka soo baxaysa shiilida uu shiilayo urteeda nagu soo baxda anaga watan daliqo way soo baxda tawa rawaayhu taam urta cuntada wanaagsan cunayaan gurigeega soo gasha taw shiilibku shiilana uu soo gala dabadeedna noloshiba uu nagu silciyay kan ma yajcaluna wuxu naga dhiga nashtahi inaanu xiisayno oo nu hungurono oo nu hamuuna qabato waxaanu shiilayo ina uraya ayaanu hungurina u qabtaa wuxuu leeyahay aanu maartay isla sarkacna sarruudan ugu kacaya wa nazhadu waxaanu diidna marka fiima ay diila wixii aanu anagu haysanay oo minta caamin qaliil cuntada yar baa noo dhanaabi waayay samarka marka urtaasina ugu baxdo iyo waxa uu shiilayo iyo waxa uu karinayo muqbaasadaha waxa la isku walaaqayo inteedii yareed ayaa dhanaabi yelan waayaysa oo aanu ka tagin abulegebigeediba oo aanu iskaga ladneyn kulkii hore aanu ku ladneyn ayaa nooba dhanaabin dhibtaasu ninkan nagu haya wajari ninkan ila jaarkiina لا يتذكر ما حصوصنا أننا أيضا أننا نقول نسيط أوكال بشر ضدنا هاي مثل يساق الله مدى وباهدو قبا قبا ما يقانو لا يفكر كما فكره كما نفير صدو كما نصد على قلب جيسا ولو مرة واحدة مركل يبها هاته أن يبعث إنو نو صدره أو نو كهل لنا شيئا إنو وحنو كهل مما طبق وحنو كرنا يو ما لنا ورن ما يو فالعي يو وحوقي نو ما يلاهو الواتاسان waa la yiraahdaa had iyo jeer sikadu waxa walaalaysa dadka masaakiinta ku haysta oo xikmad Ilaahay ku jirto dadka xoolo ma wadale sikadan waxa loogu talagalay dadka fuqarada gaariya sadaqad si aan loo culoobin hadii kale way culoobaan oo ka wuxuu horna u dhareysan yahay hadii waxa Ilaahay kaasi uu ka culad qaata bilaadanku wax isaga laga qaadi maaho sadaqad weyn wax la siiya oo kan wax loo dhiibay waa inuu kala u dhiibaa si uu isaga jeediyo ishiisa iyo hadii la macawridiisa iyo hadii la yiraahdo in iyo culadiisaba uu isaga jeediyo la doonayaa marka wax iskada waajib looga dhigay ee haddii la sadaqada loo suneeyay ee wax bixintu ku wanaagsanaatay waa in la kala jeesto tabadeedna wuxuu waxaas uu nagu kharibaya badaa alhuzn waxa ka muuqday muruga ka muuqatay marka ala wajhi alqadi garsoori baa isna murugoodi markuu ninkani gartan akhristay wa ta'athara waxay raad ku reebtay alhaadirun dadkiina way ka damqadeen ee meesha jooga dhageysanayay gartan ila odaygii baba ooyeybe
واستحيا وحق الله حسودي إسنا الرجل الغريب نينك غريب كان مركي وحن وكو أخرية وحبات جيتت اسمه لهين كيف تيسو حسود ويحيي حيو وحلو بلاد ماسك هذا صباح هذا محايا من كلام الشيخ وذيك هذا الكيس نيحي حوا قرعي وأهرين عقل يقول قرابة يو وولي بدو حقود على حماسة يعلم أهرين ربو وحوار رب تبعنا وطن قديسك لفتيس نظر الحاضرون نمان كي وحي ايغان دادكي ميشة تشوغي الى وجه الغريب الى وجه الرجل الغريب نيكي مقالة كو عصبا وانا كان رقم كمقالة ان قرنين اي هادي الله يدمو يساقو نولشي عادي كايس كيغان نولا اي امارتي دادكي نقضو حاهان سيكرا او نول ووحنا يسترا اي هايان مركا وحانا او براما كسور رحلا عايستان وحانا او براما كسور رحلا عاي مركا وحي ايغان نيكي وجه جيس وقدي حمر وعصاري وجه جيسو خجلن يحيح dadka midabkoodu cad yahay markuu yahayaan inaga waxna uu madoobaaday ilaa madoon madoonahay iyaguna way casaadaan dadka casi dabeedna uu casaaday ninkii ugu jigiisa casaad ninkii ugu jigiisa uu casaaday yahay xadaladi haduu qofku yahayxo uu casaada hadii midalan uu baqdana dadka cadaankii huruud bay noqdaan huruud isfarra ba markaa la yiraahdo huruud buu isbedelaa haduu yahayxana ديغاس كسو تاغو واسانين ابو خجلو ونظر الى غني الى عيني الشيخ ددكي وحا ونظروا وحا كلو ايغين الى عيني الشيخ شيخ اوديغ لبدي سين دودن واي ايغين ددكو وقد ملاتهم لبد انود وحا بوخيساي ادمو علمو نينكينا يحيى حباب بوخي وجيسي يدا ان لا خشفاي او مارته غوب سر خشف لا كيري اوديغنا ان دهايسي علما اندي سي علما بوخيساي والتفت القاضي كرسوري با ايغاي yaal gariib ninki wadanka ku cusbaa uu eegay yasaalu wuxuu weydiiyey hal ma qaalahu al jiraan ninkan jaarkaagu waxaan u leeyahay saaxor masaxba intan oo dhan miyaad samaysay oo ka waramayo ajaa al gariib ninki wuxuu ku jawaabay gariibka bi sautin cod isagoo ku jawaabaya munqafidan cod hoose ima kor ma dhawaaqi karo manuu doodi markan dambe aayar wuxuu yiri aayar naxam wuxuu yiri ha si hoos u lahad qaadi وينس استغفر الله الهي بعد بدا في ودسني امك مما فعلت وحر ان سمي كوي هره او كدوده لكن كان وخيري الهي بعد بدا في ودسني يعني دبتينا او اركي امك انغو ما نقانو رنتي دبعاد اهان اما دقان اهان واخ وينو ما ارغنو انو سمينو او واخ لغا انو لوينو تيسو كو مشغول سين وينو غدعدا وارين ودا او بدنahay تيسو بولا لغدميا قف لكن تو كلا ورما هي انت بدن ادو واخ كو سودرن قف سكيهيسا ولغيابا انو ده in wax ku tari karo ama qof u raaf fahayo wax weydiin waa laga yaaba laakiin cid la doonto imka manu weydiisan ee xigtana ma aheen ninkan qariib oo hadana uu ka cawday waan ka gar helay marka ninkii uu yaabay wuxuu yiri waa maxay cilmigana toogashay qaal qaadi kasaru xidhi la jeelaani ka calay ka xaqan waan oo dadka kula jaarka xuquuq bay kugu leeyeen kasiratan farbadan bayanata waxa cadeysay xuquuqda ashariicada diinta cadeysay wakaana rasuulna alkariim rasuul keenu walaasana wuxuu ahaa yuusina wuxuu noo dardaan mishiri bil jaari jaarka ilaa soo mufalo daayiman hadii goor fama baaluka maxaa arintaadu adiga waa maxay buu xaaladaadii arinkaagu waa sidii oo la tafi maxaa uga soo bixay laadahay aad u sameyn laadaa bi xuquuq la jeeraan dadka jaarkaaga xuquuqdooda maxaa uga soo bixay laadahay ayuu su'aalay marka yaani waa arimaha ayaa ka soo baxay bi tasarruf yasiir wuxuu wax yar baan ka bedelay buu markan qoray nin kitaabka qoray in yar baan ka bedelay ee miqisati yahya haaji yahya sheekan ku saabsan nin loo jeeyay yahya haaji yahya nin loo jeeyay ayaanu qisad ka dhacday ayaanu yar ka bedelay wax ku dardarnay ama eray ku bedelay qaabil jiiraan ninkaas waxa loo jeeyay garsooraha jaarka ayaa loo jeeyay garsooraha jaarka wallahu a'lam bisawab wa billahi tawfiq